السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا نهضر لكم على واحد الأمر اللي واقع لي أنا شخصيا، وهو التليفون، جهاز سمارت فون الهندي ديالي. يعني التليفون ديالي راه كياخذ لي أكثر من 80 ساعة في الأسبوع. أخي واش سمعتي شنو قلت لك؟ 80 ساعة الأخت، 80 ساعة في الأسبوع، راه رقم كبير. كيعقل أنني كندوز 80 ساعة وأنا ما حافظت القارعة الأخ؟ كيف يعقل انني راني مجلي في الانستغرام، راني حاط صور ديال الفيست، ولا حاط صور ديال الصباط، ولا حاط الماكله ديالي، وانا ما حافظ حتى صوره القارعه يا اخي؟ كيف يعقل انني كندوز 80 ساعه في الاسبوع؟ هذه على الاقل راه اكثر من 3 ايام، يعني كيدي النص ديال الوقت ديالي في اشياء تافهه لا علاقه. كيف يعقل انني ندوز 80 ساعه وراه عندي كتوبه اكثر من 20 كتاب جبتهم، قريت منهم جوج ولا ثلاثه ديال الكتوبه؟ كيف يعقل يا اخي انني نقرا قران وما نركزش، وكن نمشي للميساجات ونمشي لهادي ومشي للاخرى ومشي لهذا ومشي لهذا؟ كيف يعقل اخي انني 80 ساعه وانا ما مهليش حتى في راسي، يعني مهلاش فراسي نوض نخرج نشوف نعيش الحياة ديالي كنعيشها في العالم افتراضي؟ كيف يعقل يا أخي أنك تربط علاقات حميمية مع ناس اللي بعاد عليك وكتدوز وقت وفي الأخر كتلقى راسك راهي تتخربق؟ كيف يعقل يا أخي أنك تسمع في ناس اللي عزاز عليك وتمشي للناس اللي ما عندهم حتى علاقة بك؟ كيف يا أخي أنك تدوز 80 ساعة في الأسبوع؟ أولي والله أنا والله العظيم حرت البارح من شت الإحصائيات ديال التليفون ديالي، راه أكثر من 80 ساعة صاحبي، 54 ساعة في اليوتيوب. أش كتفرج في هذا اليوتيوب هذا؟ أش عطاك هذا اليوتيوب هذا؟ في الانستغرام أكثر من 17 ساعة، واش عطاتك هذا الانستغرام هذا؟ واش كاين في الانستغرام؟ فيسبوك واش كاين في فيسبوك من غير المشاكل والتخربيق والنصب والكذوب والنفاق والله العظيم بزاع. ولهذا الله يجزيكم بخير، الانستغرام ما بقاش، راني سديته يعني حيدتهم التليفون، هو الكونت مازال ما تسدش. فيسبوك راني سديته ما كاينش، يعني مره غنبقى نفتحو، لا الا عجبني الحال يعني ما نقدرش نفتحو. الناس اللي عندها الواتساب ديالي يا ريت، يعني الواتساب الوسيله الوحيده اللي بقات ليا. الناس اللي عزاز علينا بزاف، الوالدين، الخوت، الحباب، الصحاب، الناس اللي قراب علينا بزاف، يعني ما كنعطيوك النمره ديال التليفون حتى كتعرف راسك بالله نتايا من دوك الناس اللي عزاز علينا. الناس ديال القنوات اللي بادين، يعني القنوات اللي كنا منهم ايناس، ام لينا، ميريس، قناه الشعب، بزاف، ماما شاف، السوسيه سعيده، بزاف 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 ديال الناس. نتمنى يعني عدد كبير باش انني نذكركم كاملين بزاف عليا. كنتمنى لكم كل التوفيق من القلب ديالي، كنتمنى لكم النجاح ان شاء الله باذن الله، وربي يوصلكم داكشي اللي بغيتو. الناس اللي عطاوهم الوقت وما عطاوناش الله يسمح لكم، الناس اللي عطاونا الوقت وما عطيناهمش يسمحوا لنا بزاف، الناس اللي اعتبرناهم ما اعتبروناش يسمحوا لنا، الناس اللي اعتبرونا ما اعتبرناهمش يسمحوا لنا بزاف. والله العظيم الى هاد الامور هادي راه الانسان خصو ينوض يوقف شي شويه. تصور انت خاوي بلادك باش تجي انها تخدم ودير حاجه لا شويه، وانت جالس لي في انستغرام فيسبوك والزبل. الا رجعت ان شاء الله باذن الله غادي نرجع لواحد الامور جديده وبنظام جديد ان شاء الله باذن الله، حتى نشوف يعني هاد 60 ساعه ولا 80 ساعه اللي كتمشي لي في السيمانه شنو نقدر ندير بها. نخليكم ان شاء الله باذن الله اسبوع، نشوف هاد الشيء هذا يدوز اسبوع كيفاش غادي يدوز، وان شاء الله نشوفوا باذن الله. كنتمنى لكم جميعا يعني كل التوفيق، من اخوكم اسحاق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الناس اللي عزاز علينا راني عارف لما كنهضر راكم عندي في الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.